دعا رئيس الصيني شي جين بينغ الجيش الصيني للتأهب التام للقتال وإكمال المهمة التي حمله إياها الحزب والشعب. وقع رئيس الشي وهو أيضا رئيس اللجنة العسكرية المركزية الأمر الأول للجنة هذا العام وألقى كلمة خلال اجتماع اللجنة في بكين يوم الجمعة. خلال الاجتماع كرم شي جين بينغ وقاد آخرون 10 وحدات عسكرية و20 فردا.